لوحظت عصبية عاشها ميدالي في الجو فور إقلاع من مرتفعات جبال كابيكايا شمالي تركيا بعد انقطاع حزام الأمان الذي يربطه بميدالته في أثناء تحليقه الشاهق تزامنا ومهرجان الدولي للرياضات الطبيعية. مقطع يحبس الأنفاس انعكس في تعليقات المشاهدين. Çok tehlikeli şu anda. İpten sıyrıldı. ولنا في التعليقات يقول أو تقول آية: طول عمري كان نفسي أجربها بس هسا بطلت، يعني الآن ما لا أريد أن أكون في هذه التجربة. وفي يعني في تعليق آخر: الحمد لله جربتها أمس وشفت الفيديو اليوم. أيضا في هذا التعليق: التنزه مع صفر خطر 1000 مرة أحسن.